مشاهدينا الكرام، ننوه إلى هذا الخبر العاجل. وصرح سيادة السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد اليوم الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة. هذا وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس حرص على الإطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذلك الاستماع لآرائهم، مهنئا سيادته إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم، مشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا حرصا على سلامتهم. وذكر المتحدث الرسمي أن جولة السيد الرئيس تضمنت تفقد أعمال التطوير في منطقة محيط مطار القاهرة الدولي، مرورا بشارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد امتدادا إلى حي مدينة نصر، والذي يشمل توسعة تلك المحاور لتصبح بواقع 6 حارات مرورية لكل اتجاه، فضلا عن إنشاء عدد من الكباري لتيسير الحركة المرورية، وأيضا توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة لتتكامل مع التطوير الكلي لشبكة الطرق بالمنطقة. كما تفقد السيد الرئيس شبكة الكباري والمحاور الرئيسية الجديدة التي تم تنفيذها في حي مدينة نصر، بما فيها كوبري الصاعقة وكوبري طريق النصر بجوار النادي الأهلي، والتي أنهت التكدس والازدحام الذي كان يعاني منه الحي، وحققت الانسياب المروري المطلوب، وذلك بالتكامل مع سلسلة المحاور والكباري الأخرى الجديدة في مناطق وأحياء شرق القاهرة. هذا وقد توقف السيد الرئيس ليتحدث مع مجموعة من المواطنين كانوا يستقلون دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مرور سيادته، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع إلى أحوالهم، كما شدد عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان حرصا على سلامتهم.